أبرز الموضوعات على أجندة هذا المؤتمر؟ نعم، يعني كنا تحدثنا أن الملف النووي الإيراني والنشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الخليج العربي وأيضا تدخلاتها في الدول العربية ومؤخرا في المغرب، كل هذا من أهم الملفات التي تناقشها المعارضة الإيرانية هنا في الولايات المتحدة. هذا المؤتمر هو الأضخم من نوعه الذي يعقد، خاصة وأنه يتزامن مع قرب إعلان الموقف الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني. علمت أيضا أن عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين سيكونوا حاضرين هنا للاستماع لوجهة نظر قطاع عريض من الإيرانيين المقيمين في أوروبا وفي الولايات المتحدة. علمت أيضا أن هناك معلومات دقيقة تم تزويدها للمسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بخطورة البرنامج النووي الإيراني حتى على أرواح الإيرانيين أنفسهم داخل الأراضي الإيرانية، وأن الحكومة الإيرانية تغامر بشعب بها من أجل مصالح خاصة. كل هذه الملفات والموضوعات سوف تناقش في هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة يوم واحد كما ذكرت لك هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. ممثلين عن كل منظمات المعارضة الإيرانية يحضرون هذا المؤتمر، وكل منظمة لها ملف سوف تعرضه على هيئة المؤتمر للخروج بتوصيات ليست فقط موجهة للإدارة الأمريكية وإنما أيضا للاتحاد الأوروبي. وعلمت أن توصي بضرورة التدخل لوقف البرنامج النووي الإيراني كما ذكرت لك لخطورته ليس على السلم والأمن الدوليين ولكن حتى على الشعب الإيراني نفسه. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في واشنطن خالد خيري.